مضارع المحطة، طريق السد، مضارع احرار حي طريق السد، في جموع طريف دمشق، اصابع النصر فوق القصر، رغم القصف المدفعي أحرار الحي ما زالون يخرجون في المظاهرات. الله أكبر. جمعة طريف دمشق، أصابع النصر فوق القصر، 30/11/2012. طريق السد، 30/11/2012، مظاهرة أحرار الحي في جمعة طريف دمشق، أصابع النصر فوق القصر. الله أكبر. لن نركع إلا لله.